معنا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. وكورونا زيد أوقاتك. كورونا الله يسلمك وعافانا الله وإياكم يعني والبشرية. هذا الفيروس الذي ربما يمتد إلى الأسواق أيضا ويصيبها في مقتل، واليوم رأينا التأثيرات الكبيرة على المؤشرات الصينية. كيف تقرؤونها؟ إلى أي مدى هي ستؤثر في بقية أرحاء العالم كما تفعل وول ستريت؟ طبعا يبدو وبشكل واضح التأثير على الأسواق الصينية وعلى المؤشرات الصينية على وجه التحديد هذا الأمر. فيروس كورونا يعني تظهر لدينا بعض القراءات أو بعض الدراسات التي تظهر أن هذا الفيروس ليس بحدة التأثير التي كان عليها السارس أو بعض الأمراض الأخرى المهمة، وإنما يتم المبالغة نوعا ما في تقديرات الأمور، ونسبة المرض أو نسبة الوفاة منه هي منخفضة نسبيا. ولكن مع ذلك الأسواق هشة وحساسة جدا للأنباء المرتبطة بهذا الفيروس، وإلى الآن نعيش الآثار السلبية المرتبطة به على الأسواق وبشكل مباشر. وأعتقد خلال الفترة المسائية اليوم ممكن أن نشهد مزيد من الضغط خلال فترة التداول الأمريكية على مؤشرات الأسهم وعلى الملاذات الآمنة على وجه التحديد، بناء على الآثار السلبية التي تظهر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الذي يمثل حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الاقتصاد الصيني الأثر السلبي الذي سوف يبقى عليه بنتيجة هذا الفيروس سوف يستمر ويحمله معه على الأقل حتى منتصف هذا العام. إذن الأرقام السلبية التي نشهدها سواء كانت على المؤشرات الأسهم سوف نبدأ بقراءتها أيضا على مؤشرات الاقتصاد الجزئي والمايكرو إيكونوميك، وهي اللي راح تأثر بشكل أكبر على سير الأعمال في الفترة القادمة وتضغط أكثر على الاقتصاد الصيني. نعم رائد، يعني شفنا يمكن مع نهاية الأسبوع قبل افتتاح الأسواق الصينية ردة الفعل على الأسواق الأمريكية، اليوم إلى أي مدى ممكن تكون وطأة يعني تراجع الأسواق الصينية بشكل أقل على الأسواق الأمريكية، أم ممكن أنه تزيد من حدة التراجعات برأيك مع افتتاحية اليوم؟ حقيقة هناك بعض الأمور المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وهي قراءات اقتصاد جزئي منتظرة خلال تعاملات اليوم قد يكون لها جزء كبير من التأثير، ولكن إذا أظهرت هذه القراءات وهي قراءات الـ ISM Manufacturing للصناعات التحويلية أو مؤشر الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت متأثرة أو قراءتها سلبية ممكن أن تزيد الطين بلة أو تضغط أكثر على الاقتصاد وتلحق بشكل أو بآخر بأداء الاقتصاد الصيني أو بيانات الأسواق الصينية على وجه التحديد وتضغط أكثر على الأسواق. نحن كنا فنيا قد شهدنا نوع من عملية تصحيح أو بداية تصحيح في الأسواق الأمريكية متأتية سواء من المخاوف من الاقتصاد الصيني الثاني عالميا وأيضا من بعض البيانات الاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية ومستقبلات أو مستقبل غامض بعض الشيء لبعض القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. هذا الأمر الذي ضغط بشكل كبير على الأسواق الأمريكية بالأداء السلبي. أنا أرى شخصيا أنه لا يزال هناك الضغط السلبي وممكن جدا خلال تعاملات الفترة الأمريكية أن تظهر قراءات سلبية، خصوصا أنه مؤشر الصناعات التحويلية وإن كان للشهر السادس على التوالي مرتفع ولكن سوف يتأثر بالاقتصاد الصيني. رائد، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالانفصال البريطاني. يعني الطلاق وقع وحدث والانفصال السياسي تم بطبيعة الحال، ولكن الآن نتفرغ للتفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل. يعني إلى أي مدى نتوقع ربما جولات صعبة من التفاوض التجاري؟ بريطانيا تريد الاستقلالية التجارية وفي ذات الوقت أجواء مفتوحة، لا يجتمع الضدان. صحيح، ما حدث كان سياسيا بحتا وخروج سياسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الأصعب هو القادم ولم يحدث بعد، وهو عملية التخارج الاقتصادي مع الإبقاء على مزايا اقتصادية للمملكة المتحدة كشريك وجار للاتحاد الأوروبي. بعد كل النقد الذي وجهه سواء كان أعضاء البرلمان الأوروبي من الجانب البريطاني وضغطهم الكبير على سوء أو نظرتهم السيئة للاتحاد الأوروبي، الآن يريدون الحصول على
على صفقة تجارية تمهد أو تمكنهم من البقاء مستقرين اقتصاديا وماليا مع أكبر شريك تجاري ب 49% تبادل تجاري ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذن نحن نتحدث عن 50% من ناتجهم المحلي الإجمالي يتم تبادله مع الجار الأوروبي كالمملكة المتحدة، فبلا شك سوف يكون هناك ضغط، وأعتقد الضغط أكبر والعملية ستكون أصعب من الجانب الأوروبي الذين لا يريدون أن تكون أو تهنأ بريطانيا إن صح التعبير بالبريكزيت الخاص بها، وأن يكون لها مثيلات بخروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. إذن المفاوضات ستكون مسارها صعب جدا وضغطها على الباوند على وجه التحديد. يعني وإحنا أيضا عم نتابع الاسترليني اليوم عليه بعض التراجعات بنصف النقطة المئوية. يعني رائد، الاسترليني خلال هذه المرحلة حتى ديسمبر، يعني إذا ما كان في أي مراجعة بالنسبة لهذا الخروج، كيف عم نشوف تحركاته حتى نهاية ديسمبر برأيك؟ أعتقد فورة الانتصار والخروج انتهت وبدأت الوقائع الآن هي التي تتحدث. الواقع هو بشكل كبير هو غير واضح، في uncertainty أو غموض أو عدم وضوح، ذلك ينعكس سلبا على أداء الجنيه الاسترليني في الفترة القادمة. من المتوقع أن يعود الاسترليني إلى مستويات متدنية بعض الشيء، وأن يختبر مستويات 1.30 وما دونها إلى المستويات 1.2960 على الأقل في الفترة القريبة القادمة، معنا حتى منتصف العام، حتى تقريبا شهر يونيو، حتى يكون هناك اجتماع ولمسات أخيرة للاتفاق. خلال هذه الفترة الضغط سيكون على الجنيه الاسترليني مع كل عناد من الطرف الأوروبي لإعطاء بريطانيا صفقة أفضل. بالتالي أنا أرى شخصيا مستويات 1.27 و26 ممكنة جدا على الجنيه الاسترليني خلال الفترة القادمة، ومن بعد الحصول على الصفقة تعود مجددا موجة الصعود على الجنيه الاسترليني. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.